أطلق أول أمس أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بمقاطعة شدرة بإقليم بحر غزال عمليات حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، كان ذلك بحضور السلطات الإدارية والتقليدية بإقليم بحر غزال. تقرير عباس أبكر مصطفى. وصل أمين الدولة في الصحة العامة والوفد المرافق له إلى مقاطعة شدرة غربة التابعة لإقليم بحر الغزال، حيث كان في استقباله الأمين العام لإقليم بحر الغزال وعدد من المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين، وذلك من أجل إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن 0 إلى 5 سنوات. وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لإقليم بحر الغزال مختار نغربي تومبالباي ممثلا لحاكم إقليم بحر الغزال، قدم كلمة رحب فيها بالحضور مضيفا بأن مكافحة شلل الأطفال تعد من ضمن أولويات الحكومة لوقاية الأطفال منها. ممثل شركاء التنمية زينة يعقوب أكد على ضرورة تضافر الجهود في مكافحة داء شلل الأطفال، مثمنا جهود الحكومة في مكافحة هذا المرض التي يفتك بالعديد من الأطفال. أمين الدولة في الصحة العامة أشار إلى أن الحكومة مواصلة في مكافحة هذا المرض، وفي مقدمة صحة الإنسان التاج للأطفال الحمد لله من 2012 تاجنا خالية من الشلل، أعطونا شهادة من الدول الإفريقية تاج ما فوق شلل الأطفال، لكن في دول الجوار مثل نيجيريا بعض البلدان المرض ده أتفوك عشان كي حسنا لنا خدمة نحاول المرض ده بتاع في تاج كما يرجع، وفي الدول الآخر كله ينتهي بطريقة إفريقيا كلها كي تكون ما إلى شلل الأطفال. نذكر بأن أمين الدولة في الصحة العامة قام بتطعيم بعض الأطفال إذانا بانطلاقة حملة تطعيم على المستوى الوطني.